وبالعودة إلى تصعيد الجاري بين إسرائيل وحزب الله، من بيروت بينضم إلينا العميد ناجي ملاعب، خبير أمني واستراتيجي. برحب بحضرتك معي عبر تان. أهلا أهلا بحضرتك. إذا سيادة العميد، بنتحدث عن تصعيد هو الأعنف بين الطرفين، بنتحدث عن قوتين ربما بيمتلكوا من المقومات ما يجعلهما يدخلان حرب مفتوحة ربما تؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها ولا يتمناها أحد. استراتيجيا وعسكريا، إلى أين تسير هذه الحرب برأيكم؟ نعم، أولا شكرا على الاستضافة وتحياتي للقناة. وبالتالي أهلا. عمليا هذه ما يحصل حاليا ضمن المعادلة التالية: حزب الله دخل هذه المعركة، هو جزء من محور تقوده إيران في اليوم. أمريكا هي من تقود هذه الحرب، نحن لسنا أمام حرب إسرائيلية، نحن أمام حرب أمريكية إسرائيلية. طالما أن إسرائيل لم تستطع أن تدافع عن نفسها وأصبحت هذا جيشها الذي لم يصمد حتى اليوم واستنفذ كل ذخائره، وبالتالي هو بانتظار الدعم الأمريكي حتى يعود إلى القتال حتى في الجبهة الشمالية وحتى في غزة، لم يستطع يعني رغم كل إجرامه وقذائفه وطيرانه، هو بحاجة للدعم الأمريكي. لذلك هذا قرار أمريكي. يبدو أن هناك رسالة معينة من أمريكا إلى فرنسا بهذه الطريقة أرسلها لإسرائيل. عواقب اتساع هذه المواجهات سيادة العميد. نعم، نحن أمام أحد الحلين: إما حل مباشرة بين الولايات المتحدة الداعمة والمالكة للقرار الإسرائيلي، بالتالي بنتيجة هذا الدعم المستمر مع مشغل حزب الله وهذا المحور اللي هي إيران. ممكن أن يكون إذا ما حصل كلام دبلوماسي بين هذين الفريقين ممكن أن يصل إلى نتيجة وقف هذا القتال، ولكن نحن أمام حكومة يمينية إسرائيلية. غادر مجلس الحرب منها المعتدلون، نسبيا معتدل، يعني هم يطالبون بنفس الطريقة تقريبا، ولكن اليوم إذا ما